خلصنا الطريق طبعا طويل وحب تستغل الوقت. بالنسبة لموضوع المبيعات دلوقتي الخلاصة اللي احنا وصلنا لها كالآتي: في نوعين من العملاء، عملاء محتملين وعملاء أكيدين. العملاء المحتملين اللي هم احنا بنحاول نقنعهم باستخدام المنتج، هو سواء عنده فكرة مسبقة قبل كده او ما عندوش، في الحالتين احنا بنحاول نديله بنفيتس على اساس ان هو يشتري المنتج بتاعنا. ده سوق محتمل، في فرق ان هو محتمل يعني في نسبة احتمال عالية ان هو ينجح، نسبة احتمال يعني نقدر نقول 50-50، ما فيش دليل. احنا بتواجهنا مش بس العقلية المصرية، احنا بتواجهنا حكومة ودولة كل واحد خايف منها، ما يحبش ياخد قرار مع نفسه، في المسؤولية ما حدش بيشيلها لوحده، في الاخر عايز الدولة تشيلها عنه. فما نفتكرش ان احنا عبقرة عن الناس اللي هي قبلينا، كانوا اللي قبلينا دول ان احنا ان اول ناس اشتغلنا في موضوع الاسلاك، فعشان احنا اول ناس اشتغلنا فلسه بقى بنقنع السوق بمنتج هو ما يعرفوش. لا، الاسلاك في ناس قبلينا حاولت، يمكن من عشرات السنين على الاقل، حاولوا وعملوا دراسات وعملوا محاولات، والناس اللي حاولت تصب طوب، وناس حاولت تستخدمه في الانترلوك، وفي ناس حاولت تستخدمه في الكونكريت، وظهر له عيوب وابتدوا يبعدوا عنه، وما فيش حاجة محفزة تخليهم ان هم يستخدموا، لا هو كسعر اللي هو اللي بيديله الفرق الجوهري مقابل صداع كبير هيواجهه استشاري ممكن يقول له لا البتاع. طبعا في ناس تقول لك طب ما نشتغل على الناس اللي هي تحت، اوكي اشتغلنا على الناس اللي تحت اللي هم تحت بير السن، الناس دي بتشتغل عشوائي وزي الفل، بس معظمهم بيشتغلوا في الحاجات اللي مش محتاجه ابروفال قوي، بتشتغل في البيوت اللي هي معظمها طوب. الناس اللي تحت دي مش بتعمل لك بلدرات ولا انترلوك وشغالة قوي، لا، لان معظم طلب البلدرات والانترلوك ده حكومي، مفيش فرد عادي يقول انا عايز ارصف الطريق مثلا، مفيش فرد عادي يقول انا نفسي احطش اعمل رصيف، نادرة. فهتكون شركة زي مدينتي، مدينة زي الرحاب، قطاع حكومي هو اللي عايز ده، فهيجي يطلبه من مصادره، ومصادره لازم تكون جايباله ورق معتمد ان هو تم اختباراته تم، فهو مش هيحط نفسه في ريسك. دي اول نقطة. فالسوق اللي احنا بنتكلم عليه المحتمل، انا بقول ان هو ما زال محتمل بس احتماله ما هوش قوي ولا حاجة، وده مش تشاؤم، ده بحب انا ابص الاول للحاجة بنظرة واقعية. نيجي بقى، طب السوق اللي هو المؤكد الفعلي هو صناعة الاسمنت. تم تجربة المنتج في جميع صناعات الاسمنت على مستوى الجمهورية، وتم الموافقة عليه، وتم التعرف عليه، وما عادش منتج مجهول، بالعكس هو بيطلب بالاسم: حديد عز السادات، حديد عز السويس، حديد عز الدخيلة، المصريين، بني سويف، اي حاجة من العالم دي في الاخر بتجرب، وكله هوائي وكله عارف ان الميزة اللي هياخدها من ورائي والعيب اللي ورائي. فده السوق الوحيد الحقيقي المستهدف. عشان كده لما نيجي نتكلم
في المرحلة البدائية لمصنع بحجم إنتاج زي ده لازم نفهم إن إحنا ما نبقى واقعيين. عشان نبقى واقعيين نتكلم عن السوق الحقيقي دلوقتي، إنما هنقعد نعمل بلاني ونعمل بتاع ده، دي اسمها لونج تيرم بقى. واللونج تيرم ده لازم يكون أكون بيشنت، مانيش عارف له تايم، ما اقدرش اقول التايم الفلاني خلاص اللونج تيرم اللي انا كنت شغال عليه اداني نتيجه. انا بقول لك ممكن لونج تيرم ياخد سنه، ممكن ياخد سنتين، ما بين ابروفلز وما بين ناس بتخاطر وبعدين ترجع تقول لا انا مش الموضوع طلع فيه مشاكل. ده لونج تيرم ما ينفعش ابني عليه. ممكن نبقى لاكي قوي وبعد شهرين ثلاثه يظهر لنا حد سبورتنج ان هنلعب اللعبه دي، اوكي، بس دي اسمها ماتر اوف لك. احنا مش بنعمل بلان على الماتر اوف لك، احنا عايزين نعمل بلان على الريال سيتويشن الان، مش على اور دريمز. طيب ده بقى ايه؟ ننظر نظره واقعيه على الواقع اللي احنا فيه كموقع، احنا كمدينة السادات احنا موقعنا ايه؟ ليه الاتنين مليون طن اتكونوا في مدينة السادات وما اتكونوش مثلا في السويس؟ ليه المليون طن، اتنين مليون طن دول تحولوا لركام زبالة اكتر ما هم منظور لهم ان هم سلاج، فدخل سلاج على فيوم على دست على تراب مراكب على حديد خرد على يعني تحولت جبل مزبلة. ليه الناس دي وصلت للحالة دي في حين ان ادارة حديد عز في الاخر ليها سنتراليزد سيستم، ما هيش عشوائية، ما هيش راندم يعني، كل ادارة منفصلة بس في النهاية في سنتراليزيشن. يعني لما بيسمع مشكله هنا بتسمع وبتوصل للمركز الرئيسي وبتدي يقولوا ليه ما عملتوش زي المصنع التاني، وليه ما عملتوش زي المصنع التالت، ليه ما تخلصتوش بالطريقه الفلانيه، ايه الايه الجبال دي ليه كده، احنا مش فاهمين. طبعا ده ناتج ان الواقع اللي هم واقعين فيه واقع مش جيد خالص، موقعهم غير جيد نهائي. فموقع مصنع حديد عز اتكون فيه الاتنين مليون طن ده نتيجة انه موقع غير جيد، مش نتيجة حاجة تانية، مش نتيجة ان الناس دي مش شاطرين، لا، ده منتج في ناس كتيرة نفسها تهجم عليه هيطلعوا منه شوية حديد وبيقول لك ماشي انا هحاول اخلص لك منه تخلص عام، مش عبقرية. بيجيبوا مهزة ويشتغلوا شغل بلدي بس بيطلعوا منه حديد، لقوا منه نافعة منفعة بيكملوا، بس هما ما كانوش عارفين يتخلصوا منه ازاي، ما كانوش عارفين. مسافة كبيرة، النقل اصبح وسيظل هو المحور الاستراتيجي في العملية كلها. انا المنافس بتاعي لما نيجي نبص في السويس في 10 خطوط اسمنت هناك، لو انا واقف جوه مصنع حديد عز ورحت حادف على المصانع دي الاسلاك بدراعي هيخش جوه المصنع من غير ما اوديه بنقل. مستوعبين بقى قد ايه الصعوبه؟ يعني مفيش، يعني تقريبا النقل هناك ممكن يوصل ل 10 جنيه على الطن، فلو هو باعه بسبعين تمانين جنيه الاسلاك ماشي، هو ما كنز اصلا اسلاك كده، لان هو ضامن ان العميل اللي قصاده ما عندوش غيره، ولو حاول يروح من حته بعيده هتواجهه مشكله النقل. نفس الكلام بينطبق في المحور الشمالي لجمهوريه مصر العربيه. المحور الشمالي مسكاه في 4 خطوط او اكتر من الاسمنت،
الحركه داخليه مفيش نوع ميزان. يعني انا دلوقتي لو هنقل من الدخيله للعمريه ما عدتش على ميزان. احنا عارفين ان الميزان بياخد 23 جنيه وبريزه على الطن عشان يعدي من مدينه لمدينه. طب انا دلوقتي واحد هياخد 23 جنيه على الطن قبل ما ده بس عشان اعرف اخش بوابه اسكندريه. فانا كده عارف ان مقاول النقل مستحيل هيقبل برقم اقل من الضعف على الاقل. وده مع ارتفاع الوقود يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ ارقام اكبر بكتير، توصل لحدود 70 80 جنيه على الطن. فالكلام برضك ده اصبح في منافسه مش طبيعيه. طب انا ازاي هوصل لما انا الاقي حديد عز الدخيله او عز الدخيله بيطلعوا من على ارضه ب60؟ ده حلو كويس ان هو بيطلعه ب60 لان اداني نفس شويه. وداخليا الراجل مقاول النقل اللي بيكلفه ايه؟ في حدود من 20 ل 30. وعشان الراجل بقى عايز يكسب من وراه قرشين ممكن يحط له 10 كمان. فتلاقي العمليه ايه؟ وصلت للعمليه ما بين 90 و 100 جنيه على ارضه، ارض المصنع. انا النهارده عايز اوديه له على ارض المصنع بالمية نفترض. ده هدف بس. ما انا عشان اوصل للمية هناك يبقى انا دلوقتي عندي هستك بمشكلة النقل ب 80 جنيه.